ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فإفادة، باش غنسولو المواطنين على واحد نص مثال مغربي شعبي قح، اللي هو الصيف صيف أشنو خاصو؟ بغيت تعرفوا أشنو خاصو؟ أجيو معايا. دي بخير الحمد لله. غنعطيك واحد نص مثال مغربي شعبي معروف. مرحبا. وتكمل لي النص الاخر. مرحبا. الصيف صيف وخاصو الصريف. جامع لي شي صريف لهاد العطله هادي. الله الله غادي يبعد الصريف. فين موالف كدوز العطله ديالك؟ انا العطله ديالي بعض المرات كندوزها في المهجر، بعض المرات ملي كنجي للمغرب كندوزها في المغرب. انت من الجاليه المغربيه؟ انا من الجاليه المغربيه. فين مقيم؟ انا مقيم بالديار الايطاليه. تحيه للناس ديال ايطاليا. شكرا. جميع الجاليه المغربيه اللي في شكراً ايطاليا. شكرا. ويعني فين كدوز ملي كتجي من ايطاليا؟ فين كدوز العطله ديالك؟ اش من مدينه كتعجبك؟ كنمشي لتيزنيت، كنمشي للمحمديه، الدار البيضاء حتى هي. يعني كدير واحد الجوله؟ ضروري كدير صله الرحم مع المدن المغربيه. صله الرحم مع المغرب كله. الشريفه بخير الحمد لله. غنعطيك نص مثال المغربي الشعبي. مرحبا. وتكمل لي النص الاخر. مرحبا. الصيف صيف خاصو شي صريف. جامع شي صريف لهذا الصيف ان شاء الله. المدينه اللي كتصيفي فيها؟ المدينه اللي كنصيف فيها كنمشي للناظور، كنمشي لمراكش، مشيت للسعيديه، ومنيتي نمشي لاكادير. الاميه ديالك تمشي لاكادير؟ باقي ممشيتش لاكادير. ان شاء الله جمع صريف وتمشي لاكادير ان شاء الله بها. والمدينه اللي كتعجبك بزاف تصيفي فيها؟ مراكش. مراكش واخا سخونه ما فيهاش البحر. انا مراكش يا خويا ديما مراكش. واخا ما فيها لا بحر لا واخا ما فيها لا بحر لا والو، فيها الوالدين. كتمشي كدير رضا الوالدين. تحياتي تحياتي. الحمد لله. غنعطيك واحد نص مثال مغربي شعبي قح وتكمل لي النص الاخر. وياه. الصيف صيف اش خاصو؟ خاص صريف. كاين شي صريف؟ ما كاين صريف لا والو، كلشي الدواء. ها رمضان ها العيد ها الحولي والو، فهمتي؟ لا تصيف لا تمشي، باقي مشى مع مولاي. ما جامع لا صريف لا والو. والو قضيه معتها. اش من مدينه موالف كتمشي تصيف فيها انت؟ مشى بكري داك الشيء، كنمشي للوالديه بكري دابا بقى لا والو، فاش غنصيف دابا؟ عندنا الكريدة باش نفات الصيف، الصيف تاع عكاشة. عكاشة ديال مصر ولا؟ عكاشة ديالنا هنا تدوز 3 شهور. الحبسو. وهذاك ذلك عندك هو الصيف مخير، دوز شهرين ولا 3 شهور تخرج. اش من الصيف كان عندنا حنا ما بقاش الصيف. حتى كيسرى الكريدي. ولا يجيو صحاب الكريدي يديوك. ويجيو شنو يديوك 3 شهور تمشي لعكاشة تماك تصيف. دوز الصيف تماك. والله ما تزوج معاهم تماك وشوزها دوزوا هنا. سيدي بخير. الله يحفظك خويا. غنعطيك واحد نص مثال مغربي شعبي وتكمل لي النص الاخر. الصيف صيف. وخاصو شي صريف وشي طريف. صريف وطريف ديال اش طريف؟ طريف ديال الفلوس كنسحبو دوز الصيف. ماشي ديال اللحم ولا ديال الخبز؟ لا لا الصرف 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 خاصك فلوس. فين موالف كدوز العطله ديالك؟ واش غادي نقول لك؟ كندوزوها تقريبا قليل، كنمشيو ولا مشينا للبحر ولا مشينا يعني هنا في كازا. في كازا ما كنمشيو حتى شي بلاصه. خارج كازا ما كت ايوا راه الامكانيات شويه ناقصه. خاصك الا بغيتي تخرج خاص يكون عندك امكانيات. وشنو هي المدينه اللي كتحلم انك تدوز فيها الصيف هنا في المغرب؟ الشمال في طنجة تطوان. تطوان ويا دابا واش هاد العام غتصيف؟ وفين هو الصريف؟ والو اقاريدا والو. كمل لي النص الاخر. نكمل لك النص. الصيف صيف اش خاصو؟ خاص صريف. خاص صريف. اه وجامع لي شي صريف حتى وكل شيء من مولانا. باقي على الله. باقي على الله. اه فين موالف كدوز العطله ديالك ديال الصيف؟ شنو المدينه؟ مخصينا في الكازا، تنخرجوا تنحدنا المحمديه صافي. لفتي المحمديه عندوخ الصريف دال حولي ودا هادشي ديال المواد الغذائيه وكل شيء والحمد لله. ما غتصيفش؟ ما كاين صريف اخويا والو.